مشاهدين احنا نبي نتكلم في الموضوع، ومعنا على الخط المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد. مساك الله بالخير أستاذة مريم. مساء الخير ومسي بالمشاهدين الكرام. أستاذة مريم، يعني طبعا شفتي معنا التقرير وتجربة صراحة كانت جدا ممتعة، واحنا بعد نرد ونشيد بجهودكم، بارك لكم بعد الجائزة اللي حصلتوا عليها مؤخرا، بس لاحظنا في بعض المشاكل الطفيفة يواجهها الركاب، مثل التكييف، مثل يعني حتى الابليكيشن حزات ما يشتغل، لكن في مشكلة أهم اللي هي الوقت اللي يستغرقها الباص. يعني هل في عندكم مثلا مشاريع مستقبلية ممكن تحل هالمشكلة هذه؟ هو والله بس احنا اولا نشكركم على هذه الاستضافة، والحمد لله لانه على الاقل انت استمتعتوا في الرحلة. الفكرة ان احنا الخطوط طبعا مثل ما اتفضلتوا في بداية الفقرة، قمنا بدراسة متكاملة قبل ما نحط هذه الخطوط على الشبكة، وبدينا حتى ب 32 خط، وعقب سنة من التشغيل غيرنا الخطوط، شفنا وين الطلب الأكثر. احنا قاعدين نراجع الشبكة بشكل دوري، يعني ما نخلي، وطبعا نشوف آراء اللي يستخدمون الشبكة، نشوف وين الطلب. طبعا الفكرة مثل ما تفضلت، وهو مثل ما تبتدي تستخدمه لما نشوف انها هي تاخذها الى وجهتها بطريقة مريحة، وطبعا ما تطول في الرحلة. يمكن حين احنا قاعدين نشتغل على الاشياء اللي تقصر من هذه الفترة، فمثل ما تفضلت بدل ما انت تروح عند المحطة وتنطر فترة طويلة، الحين في الفيرجن الجديد من الآب اللي قاعدين احنا ننزله بيكون في خطة رحلتك، اللي هو الجيرني بلانر. فالمفروض بدل ما انت تطلع وتروح توقف في المحطة وتنطر فترة طويلة، تروح تحط لك متى وين تبي تروح، وتشوف متى الباص الأقرب باص بي من وقت اللي انت تبي تطلع، وبهذه الطريقة يكون ما تنطر انت في المحطة فترة طويلة. فاحنا قاعدين نعرف ان المشكلة في الفترات الطويلة، نحاول ان هي نقصرها بإعادة ومراجعة الشبكة. باشمهندسة مريم، شنو هي الآليات اللي تحتاجونها؟ مو في يدكم حاليا، الابلكيشن في يدكم، الباصات في يدكم، الخطوط، ترتيب الخطوط في يدكم، لكن شنو الشيء اللي مو في يدكم، في يد مؤسسات اخرى، لو توفر لكم راح زمن الرحله يقل؟ والله شوف، هو عمل مشترك اخوي. احنا طبعا وزاره المواصلات ما تشتغل بمنأى عن الجهات الثانيه. طبعا الحين مثل انتم تفضلتوا، للعلم المحطات اللي موجوده في الشارع هذه مسؤولية وزارة المواصلات، مو مسؤولية الشركة نفسها. الشركة هي فقط المشغلة، هي مسؤولة عن تشغيل الباصات، الحافلات، والمحطات الرئيسية والمستودع اللي في مدينة عيسى. بس هذه المحطات اللي تشوفونها على كبر الشبكة، هذه مسؤولية الوزارة، وزارة المواصلات. وطبعا احنا الحين حتى في المناطق، يعني طبعا احنا نحاول ان في كل منطقة يكون فيها الطلب كثير على الباصات، تكون المحطة يعني في محطة، في قطار، في أماكن يصعب أن احنا نحط حتى هذه المحطة الصغيرة، لأن مثلا يكون الشارع صغير، أو يكون مثلا في منطقة قديمة تحت، في ناس الله يسلمك ما يلتزمون بالموقف مال الباص، يوقفون باركات يباركون سيايرهم هناك. أعتقد تحتاجون تعاون حتى مع إدارة المرور، وحتى هذين الجهات مثل ما قلت لك. طبعا الوزاره ما تشتغل لنا عن الجهات الاخرى، بس يعني للامانه الكل متعاون معانا، وبالعكس احنا في كثير من المرات اللي لان احنا بعد ايضا كوزاره نقوم بمراقبه التشغيل، وان حتى المفتشين اللي عندنا في الوزاره يركبون على الحافلات، يركبون على هذه الرحلات، يشوفون مثل ما انتم الحين شفتوا ان مثلا هذه الرحله تستغرق فتره طويله، ويجون يعطونا تقارير كامله. يعني احنا مفتشين الوزاره يطلعون على الرحلات يوميا. استاذه مريم عفوا، يعني حتى لاحظنا احنا من خلال تجربتنا البسيطه ان في عندكم محطات، يعني مثل ما نقول محطات ترانزيت، على اساس ان انا احول حق منطقه ثانيه، مثل المحطه اللي انا المفروض انزل فيها، منطقه اللي هي محطه راس رمان، عشان اطلع على محطه الدبلوماسيه.
يعني رأس رمان ما تبعد على الدبلوماسية إلا مسافة قليلة، بس الباص خاضني يسار المفروض يعني لو يروح يمين يعني المفروض إنه يسهل على الراكب وما يضطر إنه يركب باص ثاني ويرد يدفع بعد حق خدمة ثانية. وكذلك أيضا عندكم الباصات السريعة، باصات السريعة اللي تروح على الطرق السريعة مثل شارع الشيخ خليفة بن سلمان، تطلع يطلع مثلا من المنطقة يروح على مثلا سوق واقف، من سوق واقف يطلع على منطقة ثانية. فما أدري هل هالعملية يعني تحسينها أنها يعني سلسة حق الراكب؟ هو تشوف احنا حتى نوعية الرحلات احنا عندنا يعني درسناها في الأول وضعنا رحلات، وعقب شفنا ان مثلا في ناس تبي تطلع مثلا من المحرك وتبي تروح لنقول مثلا مدينة حمد، فحطينا خطوط اللي احنا نسميها الإكسبرس، اللي عدد المحطات اللي توقف فيها محدود جدا، بحيث ان الباص مثلا ما يتوقف في اكثر من 3 أو 4 محطات. في خطوط مثلا داخل المحرك او في خطوط داخل المنامه اللي هي تكون مثل الـ احنا نسميها السيركلر، اللي تبتدي من منطقه وترجع في نفس المنطقه بحيث انها هي تغطي مناطق معينه. فكل هذه الخطوط تم دراستها، وطبعا الوزاره تقوم بمراجعه الشبكه بطريقه دوريه، بحيث ان احنا اي مثل ما انتم الحين ركبتوا عطيتونا ارائكم، ايضا اي واحد يستخدم الشبكه بالعكس احنا نستلم من هذه الاراء، وعند اي مراجعه حق الشبكه بطريقه دوريه نشوف ناخذ في الاعتبار جميع أكيد. المشاكل اللي يعني اكيد استاذه مريم اكيد يعني حتى الاحصائيات الاخيره اللي قاعد تصدرونها يبين ان فعلا انتم في دراسه مستمره لاوضاع الناس، وقاعد تاخذون شكاوى الناس، وقاعد تاخذون حتى يعني بالمقترحات اللي يطرشونها لكم الناس. طبعا جهودكم واضحه للامانه، احنا متاملين المشروع مثل ما شفناه بهالطريقه هذه بهالمستوى المتقدم، اكيد متاكدين ان بعدين بنشوف المشروع راح يكون افضل وافضل باذن الله. الاستاذه المهندسه مريم احمد جمعان، وكيل وزاره المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، كنتي معنا في الراي، مشكوره.